اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلمى. ميرسي يا رقيه، بس معلش انا اسفه، انا مش هقدر اقعد. انا هسلم على طنط وزي ما اتفقنا هنزل على طول، وبليز مفيش داي بقى للعزايم وكده. ايه ده، معقوله يا حبيبتي تيجي لحد عندنا هنا ما نعملش معاكي الواجب؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. صلي على النبي. معلش يا حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، عادي عادي، هجيب لك واحد غير. سوري معلش انا اسفه. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، منوراني، اسم الله عليكي. منوره يا سلمى. انا لا ولا يهمك، انا بجد متشكره ان انت رديتي تيجي البيت معايا، عشان فعلا كنت محتاجه ان انا استفرد بيكي واكلمك على راحتي. يعني انا على طول بدب، واللي في قلبي بيبقى على لساني، فما تزعليش مني لو كنت يعني سخفت معاكي مره ولا حاجه. لا لا خالص يا رؤية، يعني انت حتى كيوت قوي. انت كمان على فكره كيوت قوي. شكرا. على فكره انا من اول مره شفتك وانا نفسي نبقى اصحاب. يعني اصلا انا ما عنديش صحاب كتير، ونفسي يعني كنت الاقي حد كده اتكلم معاه عن يومي ماشي ازاي، وهو يتكلم معايا عن يومه ماشي ازاي. يعني تكلميني عن نفسك وكلمك عن نفسي. انت مرتبطه؟ لا يا رؤية مش مرتبطه. ليه مش مرتبطه؟ وسارة يعني هم عيني وفي عينيهم ولا ايه؟ اي نعم انتي مسلوعه شويه يعني، بس النبي يبقى قلبك ابيض زي القشطه. وان شاء الله ان شاء الله هيجي لك ابن الحلال، اصل كل فوله وليها كيال، اهم حاجه بس ان يجي لك الكيال ابن حلال. بصي زي ما تقولي كده، انا ما لقيتش ابن الحلال بقى. ما هتلاقيه فين؟ هتلاقيه فين؟ سألني انا، مش مبقاش موجود، مبقاش موجود خلاص، اختفوا ولاد الحلال، اختفوا. وبعدين اقول لك على حاجه، يعني احمدي ربنا انك تقعدي يعني من غير جواز كده احسن كتير، اصل خلي بالك العلاقات العاطفيه دي كلها بقت تضيع وقت. انا ما بفكرش في الموضوع اصلا، يعني بصي الحاجات دي بتيجي لوحدها بالنسبه لي، وانت بتشوفي البني ادم تحسي ان هو ده. هو فاهمه؟ هو مين ده؟ مين؟ ما انا لسه قايلك مفيش حد يا رؤية، انا بتكلم في العموم عادي. الحمد لله، والله بركه يا جامع، يعني مفيش حد. انت الكسبانه، انت كسبانه. انت بقى مرتبطه؟ مرتبطه؟ ها مين؟ جلجل؟ انا كنت حاسه ان في حاجه من ناحيتك. حاجه واحده دي، حاجات حاجه حاجه حاجات ومحتاجات ومن زمان. انت لمحه جدا والله. لا 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 نبيها، الله اكبر. ماما خير خير يا حبيبتي؟ الحقيقه الايه، سلمى بتقول لي ان في حاجه من ناحيتي من حاجه واحده. انا اقول لك بقى جلجل روحه 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 فيها، بيخاف عليها كده من الهوا الطاير. تعرفي عامل نفسه تقيل ومشغول عنها، لكن هو من جواه مدلوق مدلوق كده يا حبيبتي، زي الطحينه في العسل الاسود. ماما يا اختي اسم الله عليك، العسل الابيض زي وسمي يروح امك يا اختي، زي وسك العسل الابيض يا اختي اسم الله يروح امك يا اختي. بصي بقى يا حبيبتي، عارفه جلجل وهو قد كده اهو يقول لي يا خالتي روق عليا، ماليش غيرها في الدنيا دي. ولسه من ساعتها بيحبك؟ ما تشربي يا حبيبتي، ولا انت قرفانه مننا ولا ايه؟ لا يا طنط خالص، انا بس مبطله السكر. يا سكر، السكر فكرتيني. عارفه من فتره كده طلعت في دماغي ان اعمل دايت كده وسلوى وعضم زي البنات بتوع اليومين دول يعني، ورحت بقى لسجلجل قلت له يا سجلجل انا قريت على الفيس ان في دكتور شاطر قوي 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 بس بعيد شويه في الزقازيق، فانا بفكر اروح له يعني عشان اخس، برغم انه مش مقتنع. جه معايا وهو متضرر. قمت انا بقى لما رحت هناك عملت ايه؟ اول ما بصيت كده حسيت انه متضايق ان انا هخس، مش هبقى بطايه كده زي ما هو بيحب. رحت قلت له يا سجلجل انا هشتري رضاك ومش هعمل دايت، ورجعنا تاني على مصر. واضح انه بيحبك قوي. ربنا يخليهم لبعض يا حبيبتي، ويبعد عنهم اي شيطان او اي حربايه تفرق اللي بينهم. لا قولي لي يا سلمى، عندك مانع المره الجايه لما تبقي جايه لنا تجيبي مامتك تعرفيها على مامتي واصحاب هم كمان؟ انا ماما الله يرحمها. ربنا يرحمها يا حبيبتي. اعتبريني زي مامتك بالظبط. او النبي احنا اعتبرينا اهلك بقى خلاص. ولو احتجتي اي حاجه، احتجتي اي حاجه كمان في موضوع الشغل ده قولي لي. لا عادي، انا ممكن اشتغل في شركه مع بابي، بس انا اللي برفض يعني، بحس ان انا بحب اعتمد على نفسي. مين اصلا عامه الستات؟ يعني بحس ان هم لازم يبقوا معتمدين على نفسهم ومستقلين كده، عندهم كيان. كيان؟ كيان ايه يا حبيبتي؟ فكرتني والنبي ساعه ما انت كنتي لقيتيني زهقانه كده وقرفانه من حياتي، وقلتي لي انزلي يا رؤى دوري لك على شغل. عارفه عمل ايه سجلجل؟ خرب الدنيا. اصل سجلجل ضد عمل المراه، بيكرهوا عمل،